أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة على قناة أنفو إليكماتيك. إذا في هذه الحلقة سنتكلم عن التعليقات comments في لغة C++. إذا يمكن استخدام التعليقات أو الملاحظات لشرح الكود ولجعله أكثر قابلية للقراءة. يمكن كذلك استخدامها أيضا لمنع تنفيذ سطر أو أسطر معينة، ويمكن أن تكون التعليقات من سطر أو من عدة أسطر. إذن تبدأ التعليقات ذات السطر الواحد بهذين الرمزين double slash، هكذا نبدأ السطر بالرمزين double slash ثم نكتب التعليق أو الملاحظة. كذلك يمكن كتابة تعليقات أو ملاحظات من عدة أسطر ونضعها بين هذين الرمزين وتكتب بهذا الشكل. إذن نبدأ بهذا الرمز في بداية التعليق وفي نهايته نغلقه بهذا الرمز. إذن يتم تجاهل أي سطر يبدأ بدبل سلاش أو الأسطر بين هذين الرمزين من قبل المترجم، يعني لن يتم تنفيذها، سيتم تجاهلها. إذن سنقوم بتطبيق على التعليقات. سنفتح برنامج كود بلوكس. إذن سننشئ ملف جديد من هنا من فايل، ثم نحفظه فايل سيف فايل أس. سنختار مجلد تدريب، سنعطي اسم أي اسم مثلا comments، ثم نقطع سي بي بي، ثم انغوزيستري. إذن لكي نتعود على البرمجة يجب أن نكتب الأكواد بدل النسخ. إذن سنكتب include، سنقوم باستدعاء ملف الهيدر سبق وأن شرحناه، ثم using name space std، ثم الدالة الرئيسية main int main، ثم أفتح القوسين المجعلين ولا ننسى return في الأخير return قيمة صحيحة عدد صحيح. إذن سأكتب أول تعليق مثلا define variables. إذن سأقوم بتعريف المتغيرات int x يساوي، سأعطيه قيمة مثلا 99، y أعطيه قيمة مثلا 100، ثم نقطة فاصلة. سأقوم باستعراض قيم x و y، إذن سأكتب cout ثم x ثم end line للرجوع إلى السطر، ثم cout استعراض قيمة y ثم end line. إذن يمكن أن أضيف تعليقات أخرى، مثلا هنا أمام هذا الأمر سأقوم بشرح هذا السطر. إذن سأضع تعليق to print value of x، تعليق أمام السطر الآخر to print value of y. إذن سأقوم بتنفيذ الكود. إذن كما تلاحظون تم عرض قيم x و y وتم تجاهل التعليقات. جيد. إذن سأكتب تعليق آخر من عدة أسطر. إذن سأحذف هذا الكود وسأكتب مثلا دو كود بلاو، دو كود بلاو ويل print
hello world. ثم نغلق التعليق. إذن هنا هذه الملاحظة تخبرنا دور السطر الذي يليها. إذن هنا السطر أسفله يقوم بطباعة كلمة أو جملة hello world. إذن see out. سنقوم بعرض الرسالة hello world. إذن سأقوم بتنفيذ البرنامج. إذا كما تلاحظون تم عرض العبارة hello world وتم تجاهل التعليق. جيد. يمكن كذلك أن نتجاهل هذا السطر البرمجي ونضعه في تعليق ونبدأ السطر ب double slash. سأنفذ البرنامج مرة أخرى. إذا كما تلاحظون لم يتم عرض الجملة hello world. إذن شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة.